هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كشتم يا احلى الناس. حبايبي رجعنا لكم اليوم مقطع اسطوري جديد 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 كتير جديد كتير. حبايبي مثل ما طلبتوا شباب، عملكم استعراض لحسابي شباب، واخيرا راح اعملكم استعراض. مره عملت استعراض من زمان كتير كتير شباب، ولكن الان راح ارجع اعملكم استعراض اسطوري اكثر واكثر شباب. صار في كتير تغيرات بالحساب، اوكي. شباب بهذا المقطع شباب راح يكون فيه له جزئين. الجزء الاول راح نعمل استعراض للسكنات فقط لا غير، الجزء الثاني راح نعمله استعراض الاسلحه شباب. لايك شباب اذا بشوف التفاعل الاسطوري شباب، راح نعملكم بسرعه الجزء الثاني يا اساطير. لا تنسوا تحطوا زر اللايكات والشيرات وتفعلوا الجرس يا احلى ناس، اوكي. وبشوفكم مع المقطع. ليتس جو شباب، نبلش بالفاير باسات ولا نبلش بكل شيء. ليتس جو، اوكي يا حلوين. الان شباب مثل ما انتم شايفين شباب، نستعرض السكن الاول شباب، اللي السكن الاسطوري شباب، يعني السكن اللي نو كومنت فاير باس الاول شباب، الساكورا. حبايبنا هذا هو الساكورا يا اسطير، مثل ما انتم شايفين حبايبنا هذا اول السكن للشباب اللي هو الساكورا. حبايبي خلينا نشوف السكنات الثانيه شباب، خلينا نستعرض الاول شيء. عندنا هون الساكورا، عندنا هون الكوبرا شباب، السكن اللي نزل من 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 من, من فتره، اوكي. انا هون شباب راح افرجيكم الهيب هوب شباب، راح افرجيكم الفاير باسات شباب. راح بلش اول شيء بالفاير باسات، نستعرض لكم اول الفاير باسات شباب. الفاير باسات عندنا هون الساكورا، بلش بالفاير باسات شباب. يو حبايبي، وعندنا هون كمان شباب الفاير باث الثاني شباب اللي هو الهيب هوب. حبايبي خلينا ننتقل شباب للفاير باث الثاني يا اساطير. وهذا حبايبي يا حبايبي يا جميلين يا اللوز اللوز شباب، عن هذا الفاير باس الثالث شباب، الفاير باس اللي كتير كتير يعني من الفاير باسات الاسطوريه شباب. كمان حبايبي خلينا ننتقل للفاير باس الرابع شباب، ما بدي اطول لكم اكثر من هيك. هذا هو الفاير باس الشباب الرابع، الملوك الملك الجميل، اوكي. ننتقل للفاير باس شباب، الفاير باس اللي هو تبع القراصنه ولا الكابيتان ولا ما اعرف شو حبايبي. وعندنا هنا شباب الفاير باس الجيمر، اوكي جيمر ولا ما بعرف شو. والفاير باس شباب هذا اللي جاي شباب، الفاير باسات الاسطوريه شباب المفضله من عند الجميع، اوكي. عندنا هذا الفاير باس السابع حبايبي، السابع الفاير باس شباب، هذا يعني من الفاير باس اللي اعشقهم. بتعرفوا هذا الشيء شباب لما يكون على البث مباشر وكل شيء. والان شباب راح استعرض لكم خلاص شباب، انا بالنسبه لي هذول الفاير باسات الاولى، اول سبع فاير باسات راح استعرضت لكم اياها، اوكي. هذا الفاير باس الثامن يا حبايبي اللي من بعده، اوكي حبايبي. وهذا الفاير باس اللي هذا الثامن، هذا التاسع، اوكي حبايبي. اول 10 فاير باس بدي افرجيكم اياها هيك واحد بواحد شباب. هذا بيكون التاسع وهذا بيكون العاشر اللي هو تبع الفراعنه، اوكي يا اساطير. خلينا شباب نروح ندخل الشباب نشوف الان، نشوف السكنات الموجوده شباب. عندنا هون سون سكن جوكر، اوكي هذا السكن اللي ما اعرف شو اسمه. عندنا الساموراي شباب، من السكنات اللي كان افضلها كثير 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 حبايبي. عندنا هون سكن ما بعرف شو اسمه التوب جيمر كمان نفس الشيء. عندنا هون سكن شباب تبع الماجيك كيوب القديم، قديم كثير شباب. عندنا نفس الشيء هذا السكن اللي الضخم اللي ما اعرف شو. عندنا هون تبع ال ستار ووركس ولا ما اعرف شو اسمه هذاك شباب، اكتبوا بالتعليقات. عندنا هون شباب لبس البيت الموجود بالماجيك كيوب بالحاضنه كمان، ما تذكر. عندنا هون شباب السكن تبع الهيرويك القديم. عندنا هون الفاير باس هذا ال 11 ولا ال 12 ولا 12 ولا 13 ما اتذكر شباب. عندنا هون السكن الساموراي شباب الذهبي. عندنا هون السكن اللص، اوكي فاير باس. اعتقد هذا الفاير باس ال 11 من بعد فاير باس العاشر ما اتذكر شباب. هذا اللي بيكون اللي بعده. وهذا السكين شباب الموجود بالماجيك كيوب، السكين الاسطوري هذا كمان حلو، اوكي. عن هون السكين هذا الشباب، عن هذا كمان شباب من السكنات النادره، اوكي شباب. هذا سكين بيكون نادر. عندنا هون هذا الشباب كمان، هذا فاير باس، اوكي. وعندنا هون كمان فاير باس، كنا الفاير باس الاعشاب ولا ما اعرف شو بسميه الاعشاب. وعندنا هون الجوكر شباب، الجوكر المفضل عند الجميع، اوكي. عندنا هذا السكن ما اعرف شو اسمه الزهري بسميه. عندنا هون السكن الحاضنه الذهبيه. عندنا هذا كمان شباب سكن نادر كمان، وبنفس الوقت هذا كمان يا اساطير. اعطونا لكم بالتعليقات شباب السكنات الموجوده حبايبي. عندنا هون شباب لا طول بالك، بعدين برجع طول بالكم. خلينا نبلش هون شباب، اوكي. وين كنا شباب؟ كنا هون، اوكي. عندنا هون الفاير باس شباب، عندنا هون الفامبير، اوكي. الفاير باس المجاني، فاير باس القبطان نفس الشيء، فاير باس كمان حبايبنا. يعني شباب بهالحساب
موجود كل الفاير باسات حبايبي كله من اول لحد الان شباب. يعني كم فاير باس وصلنا؟ 33 ولا 30 ما اعرف. anyway هذا كمان فاير باس شباب، سكن الحاضنه ابو الكرون، عندنا سكن رانيا روك شباب من السكنات الاسطوريه يعني. اوكي عندنا هون فاير باس وفاير باس ثاني، وهذا كمان سكن القبطان اللي يشبه اللي موجود كان فوق شباب، ما اعرف اذا تذكرتوه. اوكي انا كمان شباب الفاير باس اللي ما اعرف رقم كم، وهذا فاير باس ما اعرف شباب ما اتذكر صراحه. لا هذا الفاير باس شباب، هذا الفاير باس كمان الفاير باسات اللي احب القميصه. اوكي انا كمان شباب فاير باس يعني شباب شايفين كل الفاير باس موجود. سكن القرد اوكي، وهذا كمان سكن نادر شباب. عندنا الفاير باس هذول شباب كل ما عم نقرب على الفاير باسات الجديده. اوكي انا شباب السكن الحاضنه الجميل، وهذا كمان شباب الهيب هوب حاضنه بسميه. وانا كمان انا هون سكن الاصفر سكن فاير باس هون نفس الوقت شباب الحاضر الثانيه. اوكي هذا فاير باس سكن الهالوين، سكن من تحديث الوقت نزل تحديث سكن هذا الشباب الاسطوري. اوكي الوان بانش مان شباب، ننتقل الان للوان بانش مان، ننتقل الان لسكنات الوان بانش مان شباب. اوكي هذا هو شباب الوان بانش مان موجود الاصلع، هذا السكين شباب من فتره نزل من اسبوع ولا من اسبوعين. عندنا هي الحاضنه موجوده الان شباب. اوكي عندنا هذا السكين موجود بالدايموند ولا نزل ولا لا راح. عندنا هذا السكين الابيض طبعا في البنطال معه، الكنزات الفاير باسات القديمه. اوكي شايفين معي السكنات النادره شباب مثل ما انتم شايفين، هيك بكون يعني استعرضنا اهم السكنات شباب. اوكي مثل ما انتم شايفين خلينا نعمل الان الشيطون. اوكي الشيطون شباب لوز اللوز، السكن الوردي، الارنوب، القميص، السكن ال شو بسموه هذا الفوتبول امريكان ولا ما اعرف شو. anyway شباب السكن هذا الازرق، عندنا هذا السكن المصارع ريمستيريو، الطقم سكن الثلجي، كنزات الفاير باسات الحاضنه شباب نفس الشيء. اوكي شايفين شباب الحلوين نفس الحاضنات القديمات. اوكي لوز اللوز هذا السكين كمان، عندنا الجوكرات، الجوكرات حبايبنا كل شيء موجود. لوز اللوز السكين هذا شباب من السكنات القديمه كثير. اوكي نفس الشيء شباب هذول تبع الجسم، الجسم الازرق والاسود كل شيء موجود حبايبي. عندنا هذا كمان شباب مسكين ابو الشوارب، بسميه ابو الشوارب نادر كمان كثير. اوكي عندنا دائما شباب كمان السكين الاسطوري المعروف شباب كثير حلو هذا، عن جد كثير يعني مسكينات عن جد مسكينات، في سكينات شباب يعني كثير بفضلهم بتشوفوني على البث المباشر دائما يعني بلبسهم. اوكي عندنا هذا السكين تبع الساموراي كمان بسموه الساموراي، كله ساموراي شباب هون باللعبه كلهم بسميه ساموراي. هذا السكين الدايموند شباب اللي نزل نفس الشيء. اوكي يا ساتير هذول هم الشباب سكن البخاخ طبعا ما عندي الاوليات، عندي بس هذا الاخضر. اوكي سكن المسامير الطقم. اوكي انا سكن الاتاك بتيتا، او ماي جاد اتاك اون تيتا لاز. عندنا الساموراي هذا كمان شباب عندي بس الشعرات هذول. اوكي الحمد لله لوز سكن هذا شباب من السكنات الاسطوريه كمان. وهذا سكين نفس الشيء ساموراي شباب، نفس كله ساموراي ولا هذا غيره. هذا سكين الكينج بوكسر والله عليك. هذا كمان سكين ابو ساكسوكي شباب، في وين ورا ساكسوكي ما اعرف اذا عرفتوا شو عم بقصد. اوكي هذا سكين تبعت البروفيسور لوز، اللوز هاي سكين الاخضر وران، هذا السكين اللي نزل من فتره كمان. انا سكنت كريستيانو شباب، هو اللي شوف هاي ساكسوكي، شايفين ساكسوكي هاي لوز هو عندنا سكين شباب كمان نزل من فتره. وهذا كمان شباب اعطونا رقم لهذا الحساب، نبعث تقييمكم مش رقمكم، مو رقم بتليفونكم، تقييمكم لهذا الحساب حبايبي الكرام. اوكي هذا السكين كمان نزل كمان من بنعتقد من اسبوعين ولا ما اعرف شو. اوكي انا هون الكنزات شباب. اوكي انتم شايفين القميصات ال 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 الفوتبول موجودات كل شيء. عندنا هذا كمان سكين تبع الفاير باس الثاني. اوكي القميص، اوكي سكين اللص، اللص القديم. هذا ال ال الريش سكين الجاز. اوكي حبايبي الطباخ اوكي جميلين. سكن القميص الاسود لوز اللوز سكن هذا شباب من السكنات اللي بحبهم كثير. اوكي نادر صاير. وهذا كمان نفس الشيء شباب صار له فتره نازل شباب من ايام قبل رمضان. انا سكن هذا العلب. اوكي
حبايبي عفرجيكم طبعا السكينة، هذه السكينة من السكينات النادرة شباب مثل ما انتم شايفين. اوكي زادي غير نشوف شباب طبعا والله يعني الاستعراض شباب لهيك حاملوا على جزئين حبايبي. عنا هون سكين الباسكتبول ولا مو الباسكتبول تبع البيسبول. اوكي سكين ال نزل وقته وين نزل بالجولف صح. عنا هذول شباب السكينات نفس الشيء هذا كمان حبايبي. هذول طبعا هذول مثل ما انتم شايفين هذول السكينات اللي ينزلون مع الفاير باسات فهمتوا علي. هذول الكنزات القديمة كتير الهيب هوب شباب والقميص البيضاء. اوكي لوز اللوز هذول عنا هذا المسكين شباب ينزلون هذول. بعدين هون عنا الكنزات شباب الكنزات العادية التيشيرتات والاخري شباب ما بدنا نطول عليك كثير ما نطول عليك كثير من هيك شباب. خلينا ننزل شباب نشوف اعتقد ما نسينا شيء كله عملنا استعراض. ننزل هون شباب الدينو عنا هون الدينو شباب السكين الفاير باس الرابع الدينو الاسود الدبدوب والدينو. طبعا شباب عندي تقريبا كل الدينوات باقي يمكن كم واحد ولا اثنين ما عندي اياهم. عندنا هون الاتاك دي اون تيتان شباب نزل هذا من يومين ولا ثلاثه شباب. عندنا هون شباب الدينو اوكي الون بانش مان السكين العروس السكينات هذا شباب عندي هذا ما عندي دول السكينات باقي عندي فقط هذا اوكي على البروفيسور ما عندي البروفيسور القديم. عندنا هالسكينات حبايبي الكرام والان شباب راح نروح ننتقل شوف هذول هن شباب عملنا لكم استعراض هذول كلهم عملنا لكم استعراض شباب. اللوز اعتقد كل شيء في هون البنطال هذا اللي فرجيتكم اياه وال يعني هون السكنات الاسطوريه يعني. اوكي يا اساطير خلينا الان الشباب حابين ناخذ محطه طبعا بالنسبه للشخصيات هذول الشخصيات اللي عندي شباب يعني نعمل لو ما نطول عليكم اكثر من هيك شباب ما بدي الفيديو يكون كثير طويل شباب عشان ما تملوا شباب. الان شباب بالنسبه للبنات حان وقتكم حبايبي ليتس جو بنات هذا هو السكين شباب. عندنا هون الساكورا اول شيء شباب نعرض الساكورا هيك بيكون شكل الساكورا. في كثير من البنات شباب ما بتعرف سكين الساكورا كيف يشبه يعني فهمتوا علي. هذا هو الساكورا شباب راح نستعرض اول 10 سكنات للفاير باس اول 10 فاير باسات اوكي ولا راح افرجيكم هيك مباشره حبايبنا. هذا هو السكنات الفاير باس الثالث هذا ولا الرابع اوكي. والله شباب صراحه الفاير باسات القديمه تبعت البنات عن جد كثير اسطوريات. هي الفاير باس السابع الفاير باس الجيمر هاي اللي فرجيتكم اياها جد يعني الفاير باسات الحلوات كثير يعني شايفين. هاي بالنسبه للبنات فرجونا لكم بالتعليقات واعطونا لكم السكنات القديمه الفاير باسات القديمه يعني عن جد شيء اسطوري. شوفوا معي حبايبي اوكي يعني شيء لوز هذا سكن نادر. في كثير من السكنات النادره شباب هذول كلهم فاير باسات يعني اغلب انا بالعاده حبايبي ما بجيب كثير سكنات البنات قليل كثير اجيب سكنات بنات الا ما يعجبوني كثير مثل الفيديو نزلت لكم اياه قبل حبايبنا. بدعيكم تروحوا تشوفوه كمان بالنسبه لكلاش خاص داخلين جدا على المقطع على القناه اهلا وسهلا بكم حبايبي. هذول تقريبا شباب مثل ما انتم شايفين اغلبهم سكنات الفاير باسات فقط لا غير. فهمتوا علي رانيا روك اوكي كمان سكين كثير حلو بالنسبه للبنات. عندنا هون كمان فاير باس شباب لوز صراحه شباب صراحه شباب استعراض لما بعمل الفيديو استعراض الحساب شباب لازم لا بعد بخلص المقطع شباب يلزمني اشرب شي 5-4 لترات مي اوكي. هذا السكين شباب هذا السكين زي من يومين. عندنا هون سكنات الحاضنه الجديده اوكي لوز عندنا هذا السكين الابيض موجود تحت هاد الفاير نفس التيشيرتات يشبهون الكنزات تبعت الفاير باسات شباب. اول ما ناخذ الفاير باس في عندنا هذول التيشيرتات الاولى فهمتوا علي. عندنا هون سكين شباب هذا كمان موجود عندنا سكين الارنوب اوكي لوز حبايبي هذا سكين كمان اوكي هون هذا سكين ما بعرف كثير سكين لوز هذا مرتب اعطونا لكم بالتعليقات. هذا سكينات لوز بالنسبه لسكينات البنات عندك شيء اسطوري كمان مثلا ما في سكينات كل الحاضنات تبعت البنات ما عنديهم كلياتهم اوكي حبايبي لا تغزونا يا بنات اوكي. صراحه ما بلعب كثير بسكينات البنات ابدا اوكي حبايبي هي بالنسبه للتيشيرت الاحمر طبعا مرات شباب اكيد بالفيديو شباب انا عم بستعرض الحساب مرات عم بنسى استعرض اشياء اوكي لا تغزوني الله يخليكم. هاي سكين البابا نويل سكين هذا لوز صراحه يعني شباب ممكن تشوفوا عم بنسى استعرض حسابات السكنات لانه صراحه كثير اوكي. عندنا هون بيت الحاضنه كمان اوكي شايفين لوز عندنا هون جوكر لوز
هذا كلوز دور وهذول الاشكال وكل طبيعة الحاضنة. عدت شو ستوري سكنات العاديات سكنات هاي اوكي لوز اللوز لوز اوكي تيشورتات نفس الشيء نفس الشباب اوكي بالنسبة لل 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 لص نفس الشيء شباب يعني بتركبوا على البنات والشباب نفس الوقت اوكي هذول هم الشباب الحلوين البنات الحلوين بنات الحلوات الجميلات هذول السكنات يمكن بنات بالبنات اذا بتشوفوا السكنات اول مره بتشوفوها اكتبوا لنا بالتعليقات اوكي هذول السكنات شباب في كثير من السكنات النادره نفس الشيء بالنسبه للبنات هذول هم الشباب شايفين دول تيشرتات كلها تبعت تيشرتات لما ناخذهم من الفاير باس يا ساتير هذول هم اوكي لوز هذا سكين شباب سكين من السكن النادر كمان سكين نادر هذا اوكي اعتقد اغلب البنات اللي انا عم بدخلوا وبيشاهدوا هذا المقطع اعطوني رايكم تحت اكتبوا تحت يا جميل لين ليتس جو بلشون بلشون او لا 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 وان 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 او ماي جاد هذا سكين القميص وهيك بكون شباب عملنا الفتله السريعه هذا سكين كمان نادر يعتبر اوكي تيشرتات تيشرتات العاديه شباب بقول شباب بس مع انه انا عم بقصد البنات يعني عندهم سكينات تبعت البنات اوكي انا ادخل شباب الدينو ملكه هذا السكين متاكد كثير من البنات بيتمنوا يكون عندهم هذا السكين لانه السكين هذا هيك بعرف بتفرجوا على ملكه وما ملكه اوكي دينو الدينو يا اساطير هذا هو وهيك بيكون شباب اعتقد انتهينا اوكي حبايبي هذا هو عملنا خلينا نعمل لكم هيك استعراض سريع اذا ما شفتوا شيء تشوفوه اوكي تشوفوا حبايبي اوكي استعراض سريع هيك يا شباب عشان ما يكون نسينا شيء اوكي معناه انا بعرف نسيت كثير من الاشياء انا هذا الشيء اكيد اكتبوا لنا بالتعليقات شباب اذا نسيت شيء اذا نسيت ما اقدر اتكلم اذا نسيت نسيت شيء اوكي يا حبايبي هذا هو السكنات المرات بالنسبه للبنات اوكي الكالسون لوز وهذا كمان شيء حلو شيء مرتب اوكي هذا على فكره كثير حلو هذا البنطلون الصراحه يعني مع حبايبي مثل ما انتم شايفين مرات بدخل بنطال البرازيلي بنطال هذا شاب نادر كثير اوكي وهذا هو حبايبي هيك بكون انتهى حبايبنا اعتقد نسينا شيء شباب نسينا الباكيت 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 هذول الاشياء شباب مالي فاتحهم اوكي مثل ما انتم شايفين هذول شباب مالي فاتحهم اوكي اوكي حبايبي وانا كنت عم صور نفس الوقت شباب تذكرت انه في اشياء ما تنعرض اوكي رح افرجيكم بشكل سريع شباب الاشياء الموجوده مثل راس الكلب وهذا كله على بعضه حبايبي بالنسبه لهذا السكين سكين يعني كمان بعرف كثير منكم حبوا له شحات والى اخره طبعا هذول الشباب نفس الشيء بالنسبه للشباب بيكونوا موجودين اوكي شباب الحلوين حبايبنا اعتقد هيك بيكون يكفي اعتقد صار المقطع صار له 20 دقيقه شباب صراحه انا تعبت اوكي حبايبنا اذا عجبكم المقطع شباب بتحبوا نعمل لكم جزء ثاني ونستعرض لكم البانرات والرقصات البانرات وفترات رقصات باراشوتات الاسلحه كمان لا تنسوا تحطونا بشباب تعليقات اسطوريه شباب اذا وصل هذا المقطع 10000 لايك راح نعمل لكم جزء ثاني شباب اذا ما وصل شباب ما نعمل شيء شباب وخلاص يكفي لانه شباب الاسلحه راح يكون اتعب واتعب مع البنات وكل هالشيء وكلش حبايبنا هيك بنكون انتهى مقطعنا لليوم حبايبنا الكرام شو عجبكم المقطع لا تنسوا تحطوا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس اوكي وبشوفكم على خير يا احلى ناس باي باي